جون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ماشي دلوقتي وجنبي نائب رئيس المنطقه بتاعه شابيل. هنا هو اخونا، هنا هو ماشي معانا، وهنا كان الناحيه الثانيه احنا شفنا النهر وهو بمسدود بالاخشاب دي كلها، والناحيه دي هنشوف لما الفيضان جه وغرق كل الاراضي اللي موجوده في الناحيه دي اللي هي موجوده دي كلها فيضان، لان النهر ما قدرش يوزع اللي هو المياه اللي فيه على البوابات اللي احنا ورناها المره اللي فاتت مكسوره. ده فيضان هنا هو حاصل، وده الفيضان ده حصل من حوالي اسبوعين، فكان مغرق كل الاماكن اللي هناك، ودلوقتي المياه بتقل شويه علشان البوابه هنا مسدوده بالاخشاب، وكمان البوابات بتاعت اللي هي الهويس اللي هنا ده مش موجوده، راحت ايضا. فده طبعا هي مشكله مش كبيره، مشكله يعني يدويه لبعض العمال يجوا ينظفوا اللي هو الاخشاب دي. وبعدين المشكله الاخرى ايضا نتكلم عنها اللي فيها مين؟ فيها اللي هو شايفين كل البوابات اللي هناك دي مكسوره مش موجوده، محتاجين يرتبوا البوابات، يعني البوابات دي المفروض بتتفتح وتتقفل عشان تعمل تنظيم لخروج الميه لمجرى النهر الاساسي والانهار المتفرعه منه. فكل الموضوع ده بيحتاج لقوه بشريه تشيله قبل ما نجيب الاشياء الثانيه. واشكركم من مكان هنا هو، ونراكم في مكان اخر.